دائما صبا ابراهيم وكامل ابراهيم دائما اخوه ما حتى بالتايتل اخوه اسمه يم اسمه احنا اي اكثر حلو اكثر الله كلش صديق عندنا شمر حلو الله 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 شلون صبا زين زينه احكيلي عن نفسك شويه صبا ابراهيم دخلت الوسط الفني 99 ودخلت يعني بنفس الوقت نفس السنة معهد فنون جميلة ممتاز وحبيت المسرح هواي وبداياتي كانت مسرح وبعدين توفقت جدا بالدراما واشتغلت أهم الأعمال نص أعمالي أبطالها النجوم الكبار يعني اشتغلت فت 50 عمل ممكن يعني جميل. شخصيات رئيسية جميل. ومهمة جميل. وإيه. جميل جميل الحمد زين لله. من هواياتك شنو غير التمثيل الركض والكذا والجيم هاي السوالف والجيم هو ايه. هذا اللي تعرفه زين خلينا نشوف كامل ابراهيم شو يحكي لنا عن نفسه انا دخلت الوسط الفني كنت طالب بكليه الفنون الجميله اشتغلت بالمسرح كثير واشتغلت بالتلفزيون اكثر عندي تجارب بسيطه بالسينما ما بين العراق وما بين مصر وان شاء الله راح يكون اكو تجربه كبيره مشتركة. قريبا مشتركه لا راح تكون تجربه مصريه اذا استاذ كامل هواياتك شنو خلينا نشوف هواياتك اكثر صح. شيء اللي هوايه اللي احبها هي الرياضه رياضه ركوب الخيل والسباحه والغناء الغناء هم انا اكيد اسمع طبعا ماكو احد ما يسمع بس طبعا غني. لا طبعا لا. عجيب لا يعني شيني هاي رأفه بالمقابل لا لا لا, لا. يا يابا قاعد يهربون يا يابا قاعد يهربون ايد ورا ايد ورا الظهر ايد ايد ورا الظهر خلي خلي ايد ورا الظهر خالها خالها الرجال وايد على الطاوله وهم بس اثنين عندي اي ترى عادي يلا يجوز ثلاث ايدين عندك ما اعرف حسبت ايد هنا نخليها ارجع شويه على الطاوله ايوه اها ممتاز ممتاز يلا السؤال يقول سمي طريقة لزوجة مزعجة توقظ بها زوجها. لا مستحيل ما انكبس ما انكبس. ها؟ ليش انكبس؟ انكبس واشتعل الضوء واشتعل الأمر. هذا بعد شردي. شردي. هسه انتظر. قول لي ما انكبس. أنا هسه منو؟ هسه أنت. هسه أنت. بس أنا جازفت ترى جازفت تحط نفسك بمواقف بايخة. أيوة. بابا انا كل شيء بقول لك بابا عيد لي عيد لي السؤال بعد عجيب اكو عده طرق الزوجه المزعجه اللي صح بيها زوجها النايم المسكين رجال نايم مسكين ما عنده دوام يعني يرتاح اكو ناس عندهم زوجات مزعجه تقعد زوجها بطريقه مزعجه شو نسميها الطريقه شو نسميها للطريقه شو بتعمل شو شو بتعمل بعد بعد حتى يعني شو تسوي شو تسوي هنا عينك هنا عينك هنا عينك هنا عينك النقاقه راحت علي طبعا انتم ظلوا بهالسوالف وراح تروح عليكم النقاط وراح تروح هسه الان للاستاذ كامل لانه اعتقد زوجتك قاعده بطريقه مزعجه قول لي هاي هاني ما راح يعرف ما راح يعرف بعد منو جعل اللي ما متزوج افترض نفسك يلا صياح الصراخ خلينا نشوف الصراخ نعم